مرحبا بكم مرة أخرى في لاباس. قلنا لكم اللي هذا زاد موضوع ينجم يكون مزعج، دونك تنجموا يحرج شوية لو كان باش تتفرجوا فينا. هذا الموضوع اللي داولته الصحف، القبض على 80 فتاة تونسية في مطار قرطاج وهم مروحين في لبنان بتهمة البغاء. شنية الحكاية هذه؟ شنية التهمة هذه؟ علاش تم القبض عليهم؟ علاش هما بالذات؟ اليوم باش نعرفوا أكثر تفاصيل من عند واحدة من المعنيات بالأمر، أكيد ما كومش تشوفوها كاملة، صوتها مبدل، حتى اسمها ما نحتفظ وما نقولش به، نظرا لشجاعتها أنها جاية باش تحكي لنا على التجربة هذه وعلى شنو صار وعلى الكواليس. مرحبا بك. السلامة. مرحبا بك. احنا توانسة نقرأ في جريدة بالكبيرة القبض على 80 فتاة تونسية مروحين من لبنان بتهمة البغاء السري، تجارة الرق الأبيض، كلمات كبيرة يتاجروا في النساء. نحب نفهموا شنية الحكاية من خلال تجربتك انت. تم تحقيق معك واطلاق سراحك، يعني في حال سراح انت طبعا. اي لو كان تحكي لنا شنو حكيت 80 فتاة تونسية، تأكد انه 80 هابطين فر طيارة ولا في نهار برك ولا على يمين تتشدوا؟ بون فما عفر طيارة ومقسمين. مقسمين. شنو اللي صار باش يتم القبض على 80 فتاة؟ نحبوا نعرفوا من خلال تجربتك. أنت كنت في لبنان. أي. وقتاش مشيت أول مرة؟ في ديسمبر. في ديسمبر 2011. انت شنو كنت عم في تونس؟ حتى شيء. وكيف جاتك الفكرة باش تمشي لبنان؟ تعرفت على لبناني قال لي فما خدمة باهية برشا في لبنان، تحب تجي تخدم؟ قلت له اوكي. باهي. قلت له اوكي، شنو هو معناتها بعث لك اوراق؟ كيفاش عملت اوراقك؟ بعث لي الكونترا في رقصة ومجالسة. بوم تفهميش كل طفلة هي لهنا شنيا مجالسة. صححته وبعد جمعة يبعث لك الفيزا تطلع لبنان. يستقبلوك في المطار، ياخذوا لك باسبورك، بون ياخذوك يهزوك للوتيل، تقعد ليلة من غدوة تهبط تعمل تحليل، يختاروا لك اسم فني، اسمك الصحيح لا، نهار الثالث تهبط للخدمة. طابت للخدمة. به انت وقت اللي جايك الكونترا تلقى فيه رقصة ومجالسة. ما سألتش شنية مجالسة هذي؟ في تونس شكون في سلسل بش يعرف لك كلمة مجالسة؟ يعني معناتها هو اللبناني معناتها كي قال لك ما سألتوش برميل باللبناني يقول لك رقص بس. رقص بس. به انت اول مرة ماشي للتجربة هذي رقص في تونس؟ خدمت حاجة رقص ولا لا؟ ما خدمتش رقص. بون في صغرتي عملت دانس وبعد بطلت. معناتها هو كيف فسر لك الخدمه قال لك رقص، معناتها رقص استعراضي فني ولا رقص بريفي ولا معناتها كيفاش قال لك؟ وين مش قال لي كباري كبير. جمهور مش جمهور، بون ناس يجوا يشوفوك وانت تشطح، برشا بنات ماكش وحدك انت، برشا بنات تبداو تشطحوا مع بعضكم. وقال لك برشا بنات من تونس؟ ايه. به وقت اللي مشيت المطار ومشيت حللت ونهار الثالث هبطت تخدم، انت ساكنه في اوتيل، ساكنوك في اوتيل. بالليل معناتها الكونتراكي صححته الفلوس، معناتها عقد مغري؟ مش مغري، شهريتك 600 دولار. 600 دولار فيش؟ في الشهر؟ في الشهر. اي؟ راكي هاو، ما عندك لا حتى شيء. نقول لك يعني مدخول الشهري نتاعك 600 دولار. به وقت اللي وصلت وقعدت في الوتيل قبل ما تهبط تخدم، جاء واحد فهمك شنو باش تخدم شنو باش تعمل معك؟ لا، ما يحكي معك حتى حد ويمنع عليك باش حتى البنات اللي هما يخدموا باش انهم يعطوك لمحه على الخدمه وكل، يمنعهم باش يشوفوا بنات جدد. شوفهم الا هما يجي وقت اللي يجيبوهم الخدمه. انت كي سكنت في وتيل سكنوك في بيت مع شكون؟ وحدي. وحدك خاطر ما زلت كي البيت. باهي. ثم جاء النهار لو جور جي كيما نقولوا هبط الكباري، وقتاش تعبتوا؟ تعبت من 10 تاع الليل 5 تاع الصباح. من 10 تدخل لازم تكون حاضر انت من الاوتيل، تحضر مكياجك ولبستك وكل شيء. شنو قالوا لك تلبس؟ تلبس ديما القصير مي روب سواري، اوبليجي عليك تلبس طالون، اوبليجي ديما شعرك مسيب، اوبليجي برشا مكياج خاطر كباري ظلام. كاهو. نقولوا لبسه مغريه يلزم.
مغري على الاخر، حتى في يعني حتى في الامن نتاعهم يقولوا لك اوبليج عليك هذوما الكل. الامن؟ اه. امن شكون كباريه؟ الامن يعني اللي احنا نمشيو نحلوا عندهم اول مره يعني. شو نقول لك؟ الامن اللبناني عندهم هم دائره الفنانين. اه. شنو امن تحل عنده يقول لك لازمك تلبس مو هما نهار دوما يطلع التحليل نتاعك، خاطر التحليل سافوار كي باش يطلع تنجم تكون انت حبله يروحوا بيك، تنجم تكون انت عندك في بدنك مخدرات يروحوا بيك يرجعوك، فهمت؟ يطلع تحليلك سافا يعملوا لك انترفيو يقولوا لك ممنوع الدعاره رتبيك تخرج، ما تمارسش البغاء برا خاطر ممنوع وكل ما تمارسش البغال، معني ما تربطش علاقات بالكليونات مع الزبائن. كاو بعدك يقول لك باش باش توقف باش تلعب الكباري لازمك قصير لازمك تالون. انت وقتها قاعده دونك تكتشف بشوي بشويه الكباري. انا اكتشفت النهار الثالث ما عنديش حتى فرصه في النهار الثالث خاطر ساي عطيت اسمي وحللت وولت برشا فلوس. مش ما نجمش باش نروح. شنو اكتشفت النهار الثالث؟ اكتشفت اللي اكتشفت حاله بعمري مريتة في الكباري. شنو ريت اصفر؟ اول حاجه الكباري خايبه على الاخر كلها ظلام، حتى باش تدخل هكا البقعة شفت كباريات في تونس عمري ما ريت كباريات هكاك. هذا وين في وسط بيروت ولا وين معنا؟ لا في جونيا. وين؟ في جونيا. في جونيا اي. حتى كي تدخل فمش حتى نفسية باش تقول حتى نشطح فما حتى شيء، تقعد شوية كان نحب نفهم تسهر مع الزبون ومن بعد لازم تقابلوش معناتها. بالنسبة لقبل كنت قبل ما سافر أنا في بالي كنت تسهر مع الزبون، احنا كملوا الخدمة الخمسة تاع الصباح، إذا قبل ما سافر أنا كانوا يخرجوا معاه الخمسة تاع الصباح، بعديك في بالي منعوها الحكاية، ولت من غدوة هذه ساعة تخرج معاه وحدك ما عندناش خارجة، سوا كنت مريضة باش تموت، ما يهمهمش فيك. تخرج معاه ولكن يعني عن طريق الكباري هو اللي ينسق اكيد به دافع فلوسه وتخرج معاه دافع فلوسه باش انت تخرج معاه، معناتها كانهم قاعدين يكريو فيكم يبيعوا فيكم به. وين تمشي معاه؟ بالطبيعه ما عندهمش ممنوع انه يهزوا لديار اوتيل. تمشي معاه الاوتيل تقعد معاهم هذه ساعه للثمانيه ولا تفوت دقيقه ولا تزيد دقيقه وتروح. سامحني تقعد معاه تعمل اللي يطلبها اكيد. معناتها هذه حسب ما نفهم منك هذه تجاره كامله في لبنان، معناتها بلاد كامله قاعده تخدم هكا، وخلي نقولوا مئات البنات التوانسه اللي قاعدين باش نرجعوا علاش من مئات تشدوا 80 شنو اللي صار. نحب نزيد نفهم معناتها وقت اللي انت قلت لي في التحليل يقولوا لي ما تمارسش الدعاره، معناتها ما تمارسهاش خارج الخدمه. بالنسبة للخدمة يلزمك تكون مستعدة تعمل أي ليجي. بالنسبة للخدمة هم يقولوا لك هيك بالنسبة للخدمة أوبليجي باش تخرج، ما عندك حتى حل، أوبليجي عليك. كي هم يحبوا كل يوم راب كل يوم طالونات كل يوم شعرك مقدود أوبليجي باش تخرج، كيف باش تعيش وأنت ماشي أول شهر؟ نقطة أخرى أنك أول ما تمشي يقولوا لك تيكي علي وروتور على حسابك والتحليل على حسابك، معناها وين هي الفلوس؟ معناها اعتبر شهرين الاولانيين ما فماش فلوس جمله، باش تقعد تتفرج تخدم ما ماكش باش تربح حتى شيء، حتى البورسنتاج اللي هما بورسنتاج تربح بورسنتاج ما مش ليا انا خاطر مازال عندي كريدي. مازال عندك كريدي اي، ولكن في علاقتك مع الزباين فما زباينك الخليجيين واحد يعطيو بربار برشا. مش ليا انا. مش لك انت به لهنا سامحني، مش خطر على البنات سامحني يهزك واحد يهزك الاوتيل وين يحب ما يصيروش حوادث؟ هما طفلة ما عنده على شنو باش يعمل لها، خاطر احنا مقيد اسمه ديما اسم ورقم كرهبته، وديما احنا عندهم هما كاجانب ديما ضياف عنده هو على شنو باش يعمل، هو شنو هي مشكلته؟ زبون يجي يتفرهد على شنو يدفع فلوس؟ باش يتفرهد ويروح، عنده عليه باش يضر هالطفله. وساعات تلقى زباين
ما نعرفش يقول لك لا يلزمك تستعمل معايا المخدرات، يلزمك ما نعرفش حاجات انت ما كنتش تتصورها. باهي، وهل في الكونترا يفرض عليك تعمل اللي يطلبوا الكل؟ ما يهمهمش فيك في الكونترا. الكفيل هذاك اللي يجيبك من بعد من يسلمك للكباري ما عادش يسال عليك، يقعد كل شهر يقبض عليك في الفلوس وما يسالش عليك. انت فرضوا عليك تستهلك مخدرات معهم؟ فرضوا علي في الكباري ان تستهلك مخدرات. ايه. كوكايين يعني؟ كوكايين. زباين كي يخرجوا فرضوا عليك ولا لا؟ معناتها مش برشا. انت والزبون بتبيع، كان باش ترفض الزبون باش تعمل مشكله لروحك انت. يا منعوك جمعة كاملة ماكش باش تظهر، بعدها جمعة كاملة باش تلقى كيف باش تاكل باش تشرب باش تعمل. معناتها كان ترفض مش يروحوا بك، باش يعاقبوك معناتها. مستحيل انهم يروحوا بك، انه ديما عندك تكمل الكريدي نتاعك. ياه. بعدها تروح امورك. بتبيع في اللحظة ذيك مش باش تكمل الكريدي، تقول لك انا باش نروح فرانكلي دورو لتونس. تقول لي صاحبتي باش نروح قدام بليش فلوس، انا جيت تحملت الغربة باش نحب على فلوس، روحت هكاكا ما تجيش. توليت معناتها انت توليت تحب تكمل. حتى مش بإرادة، مش بإرادتي ولا مش بإرادتها، توليت تحب تكمل باش تكون تعمل فلوس. انت من ديسمبر مشيت، وقتها انت وقتها روحت معناتها؟ هي عندي برشا من روحت. عادة البنات كيفاش يجيو؟ فما واحد تونسي هو اللي يبعثهم الواحد لبناني، فسر لنا كيفاش تم الحكاية. تم الحكاية يكون هذا تونسي نعرفش ان عنده علاقة بواحد لبناني، يغريه اللبناني يقول له كل طفلة نعطيك عليها 500 دولار دبر لي بنات وانا نعطيك حقهم، فهمت؟ هكا دبر لي بنات نعطيك حقهم. اي تجارة. تجارة. والتونسي هذا هو اللي يغري الطفلة. برشا بنات انا عندهم مستوى تعليمي كبير برشا وتعرضوا لحاجات هذه. قارين معناتها قارين و... ايه. يغريهم يقول لهم حاجه يحلو غادي. ايه خاطر يغري ما نقولكش كباري. التوانسه فما برشا هذوما التوانسه يتعاملوا مع كفلاء لبنانيين، معناتها الظاهره في تونس قبل ما نخلطوا للي شدوهم. انت تو دخلت فيها منتشره برشا معناتها كل طياره بين تونس ولبنان قداش هزة من طفله الغادي. ساعات تلقى طياره كلها معبي توانسه. شنو المشاكل اللي تنجم تصير لبنيه تونسيه عايشه في لبنان غادي؟ معناتها ما عادش يتعرضوا لاحداث عنف، يصير لهم معناتها يستهلكوا في المخدرات غيره، ينجمش تصير لهم حوادث، يشدوا الحبس. احكي لي الحكايات اللي عشتهم غادي. برشا حاجات. انا اول ما وصلت سمعت انه واحده صغيره عمرها 18 ماتت. ماتت كيفاش؟ هم يقولوا سقطة قلبية، ما تصورش، خاطر البقعة اللي نسكن فيها أنا خايبة على الآخر، فمش واحد ما يتعطاش فيها ولا طفلة غاديك تتعرض للعنف، تتعرض للإهانة. ماتت أوفر دوز تقول لي؟ إيه. تونسية؟ تونسية 18 طالعة لبنان تتعرض للعنف، تعطي للذكار وكا. سامحني تو كي كي تعطي للذكار وعنف، علاش ديما مازالوا البنات طالعين لبنان؟ علاش؟ خاطر اللي يجيو هنا ما يقولوش الحقيقه، معناتها يكذبوا يقولوا جو غادي ودنيا، معناتها فيها مش هي هذا معناتها؟ نجم تكون تقول لك بلاد الناس خير من بلادي. ديما خليني في البعيد على الناس، تلقى ساعات واحده بنت ريف ماهيش بنت العاصمه، تحب تبعد، صارت لها ديكا في حياتها، تحب تبعد على تونس. يقول لك نرضى بالغربة وما نرضاش بتونس. باهي، كيفاش تم القبض عليهم 80 هذم، وأنت كيفاش تم القبض عليك؟ أنا تم قبض عليا مش من المطار وحدي، مشيت تعطيت إيفاتي وتعطيت على التحقيق، خليني في حارة سراح، مي هو إنه التهمة المتجرية إني مارست البغاء. أنا مارست البغاء مش في تونس، مارست البغاء في لبنان. وكان كنت مجبرة على الشيء هذا باش نعمله، مش أنا بإرادتي نحب نمارس البغاء عليه. احنا قولي البغاء نعرفش اللي شدوهم 80 كيف تو انت قلت لي طيارات كل يهبطوا معبين، مش نحكيو تو بالفلاكي.
كل طياره فيها على الاقل 20 30 طفله جايين من لبنان، رقصات فنانات، ما نعطيوش معدل. علاش 80 هذم بالذات تشدوا؟ ماهمش 80 الكل يتشدوا، 10 يتعديوا 10 يروحوا. علاش؟ شنو المقياس؟ تعرفش تعرف صارت مشكله مثلا بين الكفيل وبين ما عندنا حتى مشاكل. حتى احنا برشا بنات نتسائلوا في بعضنا عليها، احنا مثلا تعدينا فما حتى عندنا حتى بلاغ من لبنان يقول لك تعدى طول ابحاث. ما عندنا حتى شيء، لا عندنا مشاكل في لبنان ولا عندنا حتى شيء. يعني عليه 10 يتعدوا و10 يقعدوا يروحوا. والتونسي اللي يبيع ويشري معناتها اللي يهز في البنات تم القبض عليه؟ تم القبض عليه. وقت اللي قرينا في الجرايد اللي تم القبض على 80 طفله وتم ترحيلهم من لبنان الى تونس، هل تم ترحيلهم بالحق ولا هما جايين من لبنان؟ يعني الاشاره جات من لبنان ولا في تونس تم القبض عليهم؟ تم القبض عليهم في تونس. ما غير حتى مشكله في لبنان. فما حتى مشكله في لبنان. ورغم هذا علمنا انه ما زالت الشبكه قاعده تخدم، ما زالت البنات طالعين. حتى انا عندي معلومات اللي البنات قاعده تمشي وتجي عادي. أم صراحة نحسك معناتها ماكش حاجمة بالإكسبيريونس، نحسك معناتها إلى درجة نجم تكون فخورة شوية باللي عشته معناتها. باش نكون فخورة إني كنت نفتح وكنت نعرض في بدني للزباين، شني باش نكون فرحانة أصلا؟ فما حد شي يفرح، بالعكس حاجة تندم على الآخر. احنا اليوم انت جيت لهنا وتكلمت اولا باش توضح حكايتك وباش برشا البنات وبرشا الاولياء اللي يسمعوا فينا يتنجم تكون لهم درس، يعرفوا البنات كي يمشيوا لبنان شنو يقولوا لوالديهم. نجم تكون تقول طلع نخدم في ريستورون، طلع نخدم كوافير، حاجه هكا كوافير استيتيك والدنيا ذيك الكل. انت شنو قلت لدارك؟ كوافير. واليوم داركم ما يعلموش؟ لحد الان ما يعلموا. حتى حد ما يعلم؟ ان شاء الله ما يعلموش جمله زيد. كل درس لي هنا. انت اليوم قدام تحقيق، كيفاش تشوف مستقبلك في تونس؟ شنو معناتها شنو ناوي تعمل؟ شنو إذا حد الآن ما نجمش نصرف لك خاطر مازلت مصدومة شوية من الحكاية. يعني حتى كي جيت مصدومة وزيد يعني الحاجة هذه ولت معروفة في تونس برشا، وانت مشي تقول كنت في لبنان حتى نظرة العباد حتى صاحباتي يعني ما عادش برشا كونتاكت بها، ما خاطر شوف في لبنان حاجة ولت تقول عليها جريمة مش لبنان ولا مشيت اشتاحت ولا حاجة. هي ولو يحشموا سامحني، هي بيناتنا جريمة معناتها. فين هي الجريمة؟ فهمت عندنا في تونس عندنا كباريات احنا. لا لا، تعاطي البغاء بمقابل جريمة معناتها. أما سوف كنت تقول ارتكبتها في لبنان. ارتكبتها في فما بنات لهنا الحمد لله يمارسوا البغاء وما لقانيش نمارس فيه لهنا أنا في تونس ولا شدني في دار. أنا مارست البغاء بحكم ظروفي وحكم برشا حاجات. كنت ملزوزة باش نعمل الحاجات هذيك. بعمري ما كنت زعما هنا، كنت نحب باش نقعد مع زبون ما عنديش بيه حتى كونتاكت ولا نعرف ولا يعرفني، نجم يقتلني انا نعرفش هزني لوتيل بالك باش يقتلني هون نعرف عليه هنا. اي اما ما نعرفش انا تو كلامك انا فهمته، اما لو كان واحده ترفض ما نظنش كانوا باش يقتلوها زاد. كان واحده وصلت غادي وقامت تصيح ورفضت و اي باش تمشي سفاره تونسيه. كيفاش تمشي لها سفاره تونسيه واحنا ممنوع باش نخرجوا وحدنا؟ تخرج مع زبون بعد تهرب، بالعكس تزيد تتعاقب في لبنان، تشد الحبس وتتمنع وبرشا حاجات. معناتها خلينا نقولوا اللي البنات التوانسه يخرجوا هنا معناتها 99% بارادتهم، عارفين علاش قادمين، معناتها مش اللي يتصدموا، معناتها مش اللي ماشيين باش فما بنات قلت لك يعرفوا علاش قادمين. لا فما بنات ما تعرفش على شنو هي قادمه. أنا نعرف واحدة أنفرمية تخدم مجالسة، سامحني شو معناتها مجالسة؟ معناتها سكورت جير ولا معناتها أغلبيتهم وين حطوا رواحهم لقاو معناتها فما بنت عايشة لاباس عليها مرتاحة بالوضع اللي هي فيه، فما بنت مش متقبلة الوضع جملة. وبعد هذا كله نروحوا لتونس وزيد يصير فينا هكا وبغاء ومحاكم
شنو يصير فينا بغاء؟ خاطر هو بغاء معناتها تحس رواحكم جبتوه لرواحكم معناتها ما جني عليكم حتى حد. جنيت علينا الظروف. انت شنو ظروفك؟ برشا ظروف عندي. فيما ما عنديش مستوى تعليمي كبير برشا. عائلتي بنت ريف شنو نقول لك اخر. معناها عندنا الحاجات هذي انت تعرف. عيب و شريت من الدنيا سامحني باش تحكي على الظروف وعلى الدنيا. بون ريت شوية حاجات ماليش برشا حاجات. ما تراش لي انت ما تعملت حاجة بتنجم تندمك حياتك الكل؟ اي صحيح حاجة ندمت لي حياتي وقاعدة ندم عليها بالطبيعة. خسرت طريق سهلة أما نجم تخسرك برشا حاجات. عندك حاجة في حياتك صارت قلقتك؟ عندك حاجة خلصت برشا حاجات مثلا؟ تعرضت لاغتصاب عمري 12 سنة وخليني ما نقولش لعائلتي واني بدلت حتى في تصرفاتي مع عائلتي وحاولت نستقر وحدي. 12 سنة؟ ايه. وانتي طفلة معناتها؟ ايه. ومن تعرف شكون؟ من تعرف واحد من عائلتي. من عائلتك يكون منك؟ ايه. ومعلم حد؟ معلم حد. حاولت ناخذ طريق جيت لتونس وعلمت دارني اللي انا لقيت خدمه وليت نخدم. مي انا مش نخدم بالعكس تعرفت على بنات وليت نسهر ونخرج. اني يعني كملت في الطريق هذاك. وعلاش ما نجمتش تقول لدارك؟ ما نجمش عائلتي صعيبه برشا. شنو باش نقول لهم؟ نقول لهم كيما واحد مش باش يرضى ان عائلتي صعيبه مش باش تقبلوا الموضوع. واحده تقول لك فقدت عذريتك واغتصبك يكون منكم العائله القريبه يعني؟ اي. وفي داركم اغتصبك؟ لا. شي ضيفه هنا مش شي ضيفه. معناتها خفت لا تقول تولي فضيحة عندك؟ يعني حملتها في قلبي وسكت. قصيت قرايتك بعد قديش؟ وقتها تقرا انت؟ قصيت قرايتي بعد الحكاية هذي. كي صارت لي قصيت قرايتي كملت الشنق. ومن وقتها كانت ردة فعلك كأنك متشمتة في روحك شوية معناتها؟ أكيد. تشمت في روحي برشا مش شوية. ما فماش حد قريب لك من العائلة معناتها تكون تحكي له؟ أمك كيفاش علاقة أمك بيك؟ علاقة أمي في الدار أنا وياها بالقدر ما نجمش نحكي لها. مستحيل إني زيني باش نحكي معها ونقول لها. مستحيل. شكرا لك على التوضيحات هذه كل. يعطيك صحة. سمحني على معناتها حكيت لي حكايتي نجموا يوجعوك معناتها واكيد انت متألمة اما حبينا نسمع حكايتك كيما هكا باش نتعلموا منها برشا. هذه الحكاية نتاع القبض على 80 فتاة تونسية اللي قريتوها في الجرائد الجمعة اللي فاتت. فما اللي مازال مقبوض عليهم توا؟ ايه. قربت قداش؟ عمر 10. 10 مقبوض عليهم والبقيه مسايبين وسيدي يظهر لي الواسطه. الواسطه مقبوضه عليهم. مقبوضه عليهم. اما في تونس فم برشا واسطات. اكيد فما. مي حاليا في بالي انه هو وحده اخرى مقبوضه عليهم. واضح. شكرا لك يعطيك الصحه. لاباس لي لو فات نتقابلوا نهار الاربعاء الجاي ان شاء الله. تصبح على خير.